ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من مدينة غازي عنتاب عضو المكتب السياسي للواء السلام هشام سكيف. أرحب بك أستاذ هشام. يعني كيف تقرأ تصريحات هيئة تحرير الشام للجهات الإعلامية المقربة منها حول ما يتعلق بقضية حل نفسها؟ أسعد الله مساءك ومساء المشاهدين الكرام. بداية أؤكد بما ورد على لسان الأخ والصديق مصطفى السجري وما ورد على لسان الأخ أبو حذيفة الناطق الرسمي بلسان جبهة الوطنية للتحرير سوريا، ألا اتصالات نهائيا وبأي شكل بين الجيش الحر والجيش الوطني والروس بتاتا، وهذا الامر نفيناه البارح على وكالات الانباء، ولكن للاسف الى اليوم الى ظهر هذا النفي. مرورا الى سؤالك، الهيئه تعيش حاله من التخبط وهذا واضح. الكثير من الحسابات الاعلاميه على تويتر اوردت خبر بدء الهيئه بحل نفسها، وهذا بات جليا وواضحا للعيان مهما حاولت الهيئة تغطيتها بالنفي. الهيئة تتعرض إلى ضغوط كبيرة، ليس فقط الضغوط التركية، ولكن الضغوط الأقوى هي الضغوط الشعبية التي تحمل الهيئة أي مسؤولية أي هجوم قادم إلى إدلب، تتحمل مسؤوليته، لأنه سيجري هذا الهجوم، إن حدث هذا الهجوم سيجري بحجة وجودها وبحجة سيطرتها. الهيئة تنفي كما يحلو لها، ولكن لا يمكن تغطية الشمس بغربال كما يقول المثل الشعبي. الهيئة تتعرض لضغوط تركية، تتعرض لضغوط شعبية، وبدأت التفككات تنال منها منذ فترة 10 أيام. رأينا أرتال للهيئة تخوض معركة للسيطرة على مقرات لفصيل تابع للهيئة في جبال اللاذقية قرر الانفصال عنها، ورأينا البارحة 6 مجموعات أو 6 سرايا انفكت عنها، هي تتفكك شيئا فشيئا، تحاول أن تظهر بمظهر القوي، ولكن لا يمكن تغطية القرار الأساسي الذي اتخذ بحل الهيئة. إذن برأيك ما دلالة كثرة التصريحات السياسية وعدم اتخاذ أي خطوة عملية أو تصعيدية حتى الآن بخصوص مصير الشمال المحرر؟ لا يمكن أن نضع هذه التصريحات إلا في سياق الضغوط. طبعا الهيئة تريد أن تظهر بمظهر أمام جمهورها الذي يتضاءل يوما بعد يوم، تريد أن تظهر بمظهر متماسك، ولكن هذا الشيء لا ينفي أنها تتعرض لأقصى درجات الضغط الشعبي والإقليمي. الآن هذه الحرب الإعلامية أو التصريحات الإعلامية لماذا لا تترافق بخطوات عملية على الأرض؟ ليس بهذه الطريقة تريد الهيئة الظهور بمظهر المستجيب أو المذعن لقرارات إقليمية فرضت عليها، هي تحاول أن تشد عصبها للحظات الأخيرة، ولكن تفاوض على أشياء أخرى للأسف الشديد، تفاوض على مناطق نفوذ وسيطرة. أستاذ هشام، ماذا تقرأ في حشودات النظام والميليشيات الموالية لها على أطراف مدينة إدلب؟ طبعا على منبركم هذا قلنا لا معركة حقيقية سوف يقوم بها النظام على إدلب، كل هذه حرب إعلامية وضغوط نفسية هناك، وهذا الضغط الإعلامي الحرب النفسية التي يمارسها النظام ومن ثم الروس. منذ متى كان الروس يخافون على كل هذا الخوف من شن أي عملية؟ هم الآن يضعون الجميع أمام ضغوط إعلامية وحرب نفسية. لدينا القوات التركية أكثر من 1500 جندي تركي بعتادهم الكامل، لدينا منطقة حظر جوي في شرق الفرات تطل برأسها على المناطق المحررة، لدينا تداخلات إذا ما الذي سيكسبه شديدة. النظام من هذه الحرب الإعلامية؟ أريد أن أصرح لقناتكم الكريمة، النظام
عاجز عن أخذ أي قرار لنزع سلطة حاجز على طريق سفر، فما بالك في شن عملية؟ النظام لا يمتلك قرار شن أي عملية عسكرية، القرار يديره اثنان، الروس يفاوضون، الإيرانيون يريدون معركة لإثبات الذات وقول أننا هنا على الأرض موجودون نعم رغم عن الضغوط. النظام خارج حسابات الجميع، لا وجود نعم لقرار حرب عند النظام، القرار هو بيد إيران وروسيا فقط، والروس يبذلون نعم أقصى درجات البازار أو أشكرك، المفاوضات. نعم أشكرك جزيلا الشكر. عضو المكتب السياسي للواء السلام هشام سكيف، كنت معنا من مدينة غازي عنتاب.